بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع انتشر كثيرا وكثير من المسلمين تورط فيه، ألا وهو أكل الربا. هنا أيها الأحباء، وكما نؤكد دائما، نحن لا نصدر فتوى أو فتاوى حول أي موضوع كان. نحن نستعرض أي قضية من ناحية العقل والعلم والقرآن والسنة. ماذا كشف العلم الحديث؟ وماذا يقول القرآن الكريم؟ وماذا يقول الواقع؟ وماذا يعني كيف نجد مصير آكلي الربا أو موكلي الربا؟ المهم، الربا أيها الأحبة، أنا لدي هنا 5 آيات في القرآن سأستعرضها معكم وأضع لكم بعض الحقائق العلمية. نريد أن نفهم، نريد أن نتدبر. الله تبارك وتعالى أمرنا، قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية رقم 1 في سورة النساء. في سورة محمد قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكأن المرة الأولى التي طلب الله من عباده، من البشر حتى من الملحدين، أن يتدبروا هذا الكتاب العظيم ليستيقنوا أنه كلام الله، وأنه لو كان من عند غير الله لوجدوه مليئا بالتناقضات، متناقض مع نفسه ومتناقض مع الواقع ومتناقض مع العلم. فإذا وجدت هذا القرآن كله متناسقا، متفقا مع الحقيقة العلمية، متفقا مع الواقع، مع الحقائق الطبية، مع الحقائق الاقتصادية والاجتماعية، متفق مع فطرة الإنسان، يضمن سعادة الإنسان، ليس فيه تناقضات، دعاك مرة أخرى في سورة محمد أن تتدبر هذا القرآن، وكان الخطاب قاسيا: أم على قلوب أقفالها. يعني بعد كل هذه الحقائق التي وضعها الله لك في القرآن، هل قلبك مقفل عن هذا التدبر؟ إذن أيها الأحبة، استجابة لنداء الله، آيات الربا موجودة في القرآن. سواء كنت تأكل الربا أو تطعم الربا أو لا تتعامل بهذا الموضوع، ينبغي عليك، فرض عليك أن تتدبر القرآن وتتدبر آيات الربا لتحذر هذا الأمر. بدأ سبحانه وتعالى في سورة البقرة، انظروا شدة الخطاب، يعني عندما تحدث عن الحجاب قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل، خطاب رحيم. عندما تحدث عن الصلاة: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كذا وأنفقوا مما رزقناكم، حديث. هنا الخطاب قاسي أيها الأحبة، مرعب. بدأ مباشرة بدون مقدمات: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا لطيف، يعني من أول هذه أول آية تتحدث عن الربا أيها الأحبة. بدأ القرآن خطابا عنيفا جدا، معنى ذلك أن هذا الربا سيأكل المجتمعات ويدمر الأمم ويدمر الاقتصاد ويفقر الناس. وبالفعل نحن اليوم أيها الأحبة، وكالة ناسا، وأنا ذكرت هذا مرارا، أجرت دراسة ووجدت أن الأمم تنهار والحضارات تنهار بسبب الثغرة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء. أصبح لدينا اليوم أناس قليلون يمتلكون المليارات، ولدينا ملايين بل مليارات البشر لا يمتلكون الشيء. ما سبب هذا الخلل؟ سببه الربا أيها الأحبة. ما سبب هذا الانهيار الاقتصادي؟ الربا. ما سبب أنك تجد أناس ينتحرون؟ الربا. الربا سبب لمشاكل كثيرة جدا. لذلك الخطاب كان عنيفا: الذين يأكلون الربا لا يقومون
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طيب هنا الملحدون والمشككون وبعض المنافقين قالوا إنما البيع، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إنه هذا مثل هذا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا أيها الأحبة، تعريف الربا أن يصبح المال هو السلعة، يعني أنا لدي سلعة مثلا تشتريها مني وتعطيني المال، يعني المال هو وسيلة وليس السلعة، وسيلة لتنتقل هذه السلعة من شخص لآخر، وهذا المال هو وسيلة، تماما مثل تيار كهربائي يجري في الأسلاك فينتفع الناس من هذه الكهرباء. ما الذي يحدث في الربا؟ أنك تعطي مال لشخص يرجع لك هذا المال وعليه فائدة، تسمى فائدة، هي ربا طبعا. هاي ببساطة تأخذ مثلا مبلغا كبيرا أو صغيرا من المال ترجعه على دفعات ولكن مع فوائد، إذن أنت أصبحت تجارتك بالمال وليس بالسلع المعروفة. هذا الأمر أيها الأحبة أمر خطير، يعني نحن نلمس اليوم الواقع هذا، نلمس أن ظاهرة الأغنياء كانت ظاهرة قليلة جدا في الماضي، أصبح لدينا عدد قليل يمتلكون ثروة العالم ومعظم العالم لا شيء. إذن هذا هو، هذه نتائج الربا. من يقول إن المال عندما تقترضه من شخص وترده على أقساط أو بعد أجل وتزيد له يعني فوقه شيئا من المال، يقولون هذا ليس ربا. إذن ما هو الربا؟ يعني هذه حجة من يحاول أن يحلل هذا الأمر الذي حرمه الله بشدة. فمن جاءه موعظة، دققوا معي أيها الأحبة، فانتهى، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. إذن أيها الأحبة فله ماذا؟ ما سلف وأمره إلى الله. يعني أنت اشتغلت بالربا، لك فقط رأس المال ويجب أن ترجع ما أكلته لمن أكلت أموالهم. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب تعرض نفسك للنار يا رجل؟ يعني هل هذا منطق أن تعرض نفسك خالدا في النار مقابل ماذا؟ تقول ليس عندي بيت وأنا ساكن بالأجرة مثلا. يا أخي هذا ليس ذنبك، هذا وضع ملايين الناس، أنا أعتبره اختبار من الله سبحانه وتعالى، يريد أن يختبر قوة إيمانك. والله خير الرازقين، الله سيرزقك، ولكن أراد أن يختبرك، تفشل مباشرة بالاختبار. تقول أنا هذا البيت بدلا من أدفع أجرته وهذا المال يذهب هكذا، أخذ بيت وبعد 20-30 سنة يصبح ملكا لي مثلا، هذا إذا عشت 30 سنة، ولأولادي من بعدي وكذا، وأقسط هذا المبلغ، ولكن هذا المبلغ عليه فائدة طبعا، غالبا ما يتضاعف المبلغ. يعني أيها الأحبة، والله إن الله قادر على أن يرزقكم من حيث لا تحتسبون. لا تخالف أمر الله بحجة أنك تريد أن تعيش في هذه الحياة. من الذي خلقك ورزقك؟ هو الله. الله أعلم بك، أعلم بك. عندما جعل حياتك ضيقة، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لماذا ويقدر؟ لأنه حكيم خبير. ضيق عليك الرزق، وضعك في بيت بالأجرة، لأنه كتب لك البيت الذي ستشتريه، ولكن بعد فترة عليك أن تصبر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب والله أيها الأحبة، تذكرته الآن، قال والذي نفسي بيده لن تموت نفس
حتى تستكمل رزقها. ولو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه أجله. الأجل هل تفر منه؟ كذلك الرزق. الآية الثانية، انظروا هنا الخطاب أشد وأعنف. قال تعالى في سورة البقرة الآية التالية مباشرة: يمحق الله الربا. خطاب مرعب. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. لماذا حرم الله الربا أيها الأحبة؟ السبب بسيط جدا. الله يريد لهذا المجتمع أن يكون مجتمعا صحيا متآلفا محبا لبعضه. تعطي مبلغ من المال لأخيك ولا تنتظر منه الزيادة وتصبر عليه. هناك رجل كما في الحديث الصحيح لم يعمل في حياته حسنة قط، إلا أنه كان يداين الناس ويرسل غلامه فيقول إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. لم يعمل في حياته حسنة قط كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما مات تجاوز الله عنه. شوفوا العظمة، عظمة يا أخي. جهز لنفسك بيتا في القبر ترتاح فيه، لأن هذا هو البيت الحقيقي. هذا القبر هو بيتك الحقيقي وليس في الدنيا. في الدنيا ستترك هذا البيت يتنعم به أولادك، وربما لا أحد يتذكرك بقراءة الفاتحة. أنت من ستقول ربي لو أخرتني إلى أجل قريب من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. إذن يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أنت رجل تاجر لديك المال، أعطي الناس من دون أن تنتظر منهم الفائدة، لأن الفائدة مع الله. يعني التجارة أرادها الله أن تكون معه وليس مع البشر. أرادك أيها التاجر أن تكون صلتك مباشرة مع الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ تترك هذه الأضعاف عند الله مقابل القليل الذي لا تضمنه. شوفوا أيها الأحبة الآية الثالثة في سورة البقرة أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. طيب من لم يترك الربا؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا لطيف، أنا أعرض نفسي لحرب من الله ومن رسول الله الذي أدعي أنني أحبه. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الزيادة الله تعالى سيضاعفها لك أضعافا كثيرة عنده إذا أنت لم تأخذها من هذا المحتاج. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. آخر آية نزلت من القرآن وضعت بعد نص الربا. لاحظتم كم القضية خطيرة أيها الأحبة؟ هذه آخر آية نزلت من القرآن. أمر الله حبيبه عليه الصلاة والسلام أن يضعها في الرقم 281 في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كأن الله يريد أن يقول لك لا تختم حياتك بالربا. هذه آخر آية من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ختم الله بها القرآن وضعها بعد نص الربا ليدلك على خطورة هذا العمل الذي للأسف كثير منا منغمس فيه. في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي سورة النساء يتحدث الله تبارك وتعالى عن اليهود
هم أهل الربا، هم الذين يعني يشتهرون بأكل الربا. يقول سبحانه وتعالى: وبصدهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. إذن أيها الأحبة، الخلاصة: لا تتسرع وتأكل الربا، ليس لك علاقة بغيرك. من الناحية العلمية أثبتنا أن هذه الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء سببها الربا. علميا من الناحية المنطقية، أفضل حالة للفائدة وأعلى مردود عندما تكون الفائدة صفر. هذا علميا، إذا رسمت منحنيات البيانية الخاصة بموضوع الاستثمار وعلم المال والاقتصاد وغير ذلك، تجد أن الخط البياني عندما يكون على الصفر يكون هذه الحالة المثالية. من الناحية الاجتماعية والنفسية، لن يرتاح من عليه دين، معرض لأي لحظة وهو في هذا البيت أن يمرض، لا يستطيع سداد بقية ثمن هذا البيت، سيصبح في الشارع وربما يموت قهرا لأنه لا يملك ثمن تسديد هذه الأقساط التي تكبله. إذن أيها الأحبة، الصبر والابتغاء وجه الله، وأن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. نختم بهذا النص العظيم، تعرفونه كلكم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم والتقوى والصبر والإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.